أؤكد لكم حرصنا الشديد على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية. قدمت إلى محافظة أحد المسارحة وعمري 65 سنة وما شاء الله وبدون أي موعد تقدمت للشباب هنا وما قصروا جزاهم الله خير وتطعمت بكل يسر وسهولة. عمري 63 سنة والحمد لله استقبلوا لي التطعيم والله ما يحتاج هذا السرور. محمد بن علي القرني أشكر حكومتنا الرشيدة على توفير اللقاح. شكرا سعودية. الله أشطر الحكومة. الله أنا عايشة على عايشة على قائمة ملكنا وولي عهد الأمير محمد بن سلمان. يحفظ الملك ويحفظه ويستر عليه ويديه له إلا ما قصر فينا. الحمد لله ونشكره على ما قدمت حكومتنا الرشيدة. الله يعز الدولة على توفير اللقاح. الله حط التطعيمة والله يعز الحكومة ويوفق يا ربي يعدم يعداها. الحمد لله أخذت لقاح كورونا وأدعو للنساء لأخذ لقاح كورونا وأشكر حكومتنا الرشيدة على توفير لقاح كورونا. أشكر حكومتنا الرشيدة على توفير لقاح كورونا والحمد لله بادرنا وأخذنا. شكرا سعودية عربية أسان فاكسين كوفيد 19. أشكر حكومتنا الرشيدة على توفير لقاحات للمواطنين.